مرحبا بكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الكاميرا الخفية الغواصة. ضيفنا اليوم النائب البرلمان فيصل التبيني. الإسراع المفروض على المجلس هذايا لتمرير قوانين شاذة هو اللي ما خلناش نخلطه باش نعمل الطعون، لكن يبقى التاريخ يسجل شكون اللي كان يمر في القوانين هذه. كالعادة جمعية أزرقنا الكبير استدعى ضيفنا اليوم على أساس تدشين أول غواصة بيئية تونسي. عالم السياسة حر البحر الداخلة مفقود واللي خارج منها مولود. فيصل شد بلاستو والكابتن بعلوش كابتن الغواصة بدأ يعطي في التعليمات للفريق متاعه. الغواصة هذه دو واحد تحت الماء مفكركش بالبلاد الغارقة؟ على الأقل هذه هك عرفتها غواصة وبلاد غارقة. سيمو غارقة وناس يقولك ما هيش غارقة. يلا مش كل شيء طايح، الدينار طايح، كل شيء طايح، كل شيء طايح، حتى سعدي طايح. نسي فيصل راي سخنة راي قديش متر تبعا؟ بوز دو كونترول سي ا د ما مديش سوا بوز دو كونترول يا سمير تسمع فيا؟ شكرا سي فيصل. يقولوا انا كنت تعمل يعني استعراض. نحن طوى على 14 متر يا سمير ميرسي. تستعرض عضلاتك وتعيط على رئيس المجلس وعلى الوزير على الفيسبوك عبد اللي يعني عندي باش نستعرض. كيفاش انتم تستعرضوا بشكون يعلي صوته اكثر؟ ترينا حديد سي فيصل، ترينا حديد، ترينا ولغه في السياسه انتم. فما معلومة غلطة قاعدة تدور في البلاد وأنه يسخيبوا في رئيس مجلس النواب هو عارف. ماهوش عارف. ماهوش عارفك؟ لا ماهوش عارفي باحترامي ليه. كيفاش؟ هو رئيس مجلس نواب، ما رئيس. ماهوش عارفي، عارف المواطن اللي وصلني. وشنو عملت في لا حول ولا قوة إلا بالله يا سمير، سمير تسمع فيا يا سمير قصدك قال سمير. يا سمير أمان. يا سمير الكلافيه الإلكترونيك راهي قصت يا سمير عايش. يا سلام. سمير الكلافيه الالكترونيك قصد يا عايش خويا. يا سمير تسمع فيا الماء يا رئيس فما ماء داخل راهو يا الجرام تسقط يا سمير الجرام تسقط الفان يا سمير امان يا عايش شرف ما ثم قاعد يدخل يا سمير الماء قاعد يدخل امان يا عايش فما ماء قاعد يدخل بس الماء بالضبط يا رئيس فما ماء راهو يا رئيس نسمع فيك نسمع فيك يا سمير أمان نفو بابا نيكين الناس كل قاعدين نشوفوا في حل عايشكم بادي خلال الله لا وعنا ضيف نشوفوا في حل عايشكم أمان عنا ضيف لا قاعدين نشوفوا في حل أمان عايشكم الناس كل ببعض شمن ضيف مازال فيه رسمع فيك يا سمير رسمع فيك عادي المهدايا يا سمير فما مال قاعد يخرج وعندي ديزان فيتير في الغواصة عايشك يا سمير لبريسيون عديسناف لبريسيون عديسناف يا سمير أمان يعيشكم أمان شدوا بلايسنا نتنفسوا مليح أمان يا ديماء يا عمدي أمان يعيشكم شدوا بلايسنا نتنفسوا مليح ربي يخليك عايش خوي عاوني يرحم والديك بالله يا سمير يا سمير عندي لدوفان ترشقوني يا سمير أمان يعيشكم الكرافيه الإلكترونيك زاد ما يتحرك حتى عايشكم خلي أمان ما يتحرك حتى واحد نتنفسوا بخشومتنا وستدوا بفهمنا متلاوية يرحم والديك تعرف تعوم يا سامي 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 يا شدوا برايسنا يعيشكم انتو بابا نيكي شدوا برايسنا ما نخلصكم ونمنعوا حلبيب 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 هديش يعني تقولوك نحن 14 متر تحت الماء يعيشكم عشوية عندي مدرية للعم ويديك عندي مدرية ثم روحك الساعة قبل مدرية اخر الساعة عشوية اخر عشوية مدرية خليه اطلع قول له اطلع الساعة ما تحركش يا سمير تسمع فيك نسمع فيك
وي عبد القادر نسمع فيك. لي دوفان لي دوفان اسمع معنا ضيف ما يجيش عيب. لي دوفان ضيف يا ودي اطلع ساعة تبع ليل صحيح. ابعث لي الغطاس ابعث لي الغطاس بعد ما نسمعش ضيف ندخلها على 9 شهور ولا 9 شهور. ما تتحركوش نرجعوا لكم بعد الفاصل. بس خلينا ضيفنا متوتر وخايف شوية، لكن الكابتن بعلوش باش يزيد على قدام. اسمعني امبوسيبل شكون يتعامل معاك؟ مش اشهد والله لا اله الا الله محمد رسول الله سلم عليها نقعد هنا انا باش خاب تدخل لي اياها بتمالا. يا ولدي اسمع اسمع ايش يقول لك الضيف اسمع سي فيصل وي نسمع نسمع فيكم سامحوني. عودي كيف جبت برشا وقتها امان يرحم والديكم قاعدين نشوفوا في حل باش نطلعوا يرحم والديكم قاعدين نشوفوا في حل باش نطلعوا لهنا الاكسجين عندي 9 دقائق بالضبط معناها يوفى الاكسجين رانا ما نسموش تتنفسوا عايشكم عاونوني يرحم والديكم اماني عاونوني يرحم والديكم نطلعوا للكل الناس الكل ما بعضنا يرحم والديك قاعدين نشوفوا في حل بانتي كليك الكلافية الالكترونيك انت مش قتلي ما نسموش نطلع حلك الباب شي طلعها في بلاستي تشتوا بلايتكم شنو يرحى لدي شوف يا رجل هيدروليك ترشوا شوف 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 ما وش تعب راضي تقول لي اهبط وبعد تقول لي ما لازمش تطلع. اوبا باتي ردي ماري يا مان. ردي كيفاش هكا يا محمد؟ ردي يهديك ربي. واضح واضح واضح. ردي خرجنا يا خرج. وي سي عبد القادر نسمع فيك نسمع فيك. ردي يخرج لازم شي موت راه. نسمع فيك يا سي عبد القادر امان شوف لنا حل. لكن في الكترونيك ضربت لي. أسامي لعبت لي بالغواص أمان أعطيوني الأسامي اللي بالغواص أبوان أضمنوا الأسامي أمي أهو جمع سنة صباح سنة سنة لابس لا شيء مانيش لابس مانيش لابس سيخ مالك بحال الباب يا معلم يا معلم لابسوا هذا كيفاش أمان قاعدين نشوفوا في حل عايشكم لابسوا لابسوا هذا بس تحرك نستناو الحماية مع بعضنا أمان نقدروا بعضنا عايشكم سيادي هات له لد الساحة قال له هلبس هات له لد الساحة وي يا سمير هذا كيف استعملوا له يا هو كيف استعمله نسمع فيك سمير نسمع فيك وي يا ابو حدين يا ابو حدين الرموف خديك اليوم ما عندكش لا هنا شمله اي تدير الجمله هذه دير ما انت معاش حد بس انت بس انت شو تجيب بس انا شفنا عند بو بس انت استنى واضح واضح امان اعطيوني يا سامي الناس اللي في الغرب اعطيوني يا سامي الناس امان الحرس يحب على سامي انت قول خارج العباد وبعد هنج لسامي عديه كل شيء اعطيني لسامي يرحم وديك القدر بعض الناس الكل عايشكم انت عالم الباب يا هيك شسمك عايش ولدي شسمك انت معناها نموت ولهنا ما نبقى يعرفوا اساميكم ما يعرفوش خالي ما يعرفوش ايه ايش هب هب اعطيه لسامي اعطيه خلي اعطيني لسامي عايشكم طاهر 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 شنيه خميري يا سمير طاهر خميري طاهر خميري شكون اخر معاه في الغواص فايسل شنية فايسل شنية فايسل تميمي يا سمير فايسل تميمي واش تميمي واش تميمي فايسل القليبي لا لا شكون مالك فايسل تميمي فايسل تميمي فايسل تميمي يا سمير شكون اخر معاه دي بارو خرجوا لهم بعد بارو مش عدونا للجيور للجيور أمان عليك تينا سيارة عايش خويا تينا سيارة شو الناس بجموت يا أخي عامل عامل أنت مش معطيك سيارة أنا لما نطعيتوا لسامي كان موتنا على الأقل يعرفونا أنا مني نتكلم هذا شنعوف ونسكن زي ما تعبان برا روحي ولا كبير شبيك تعايت عليك برا روحي ولا كبير شبيك تعايت برا روحي شد بلاستي سيب برا بعدني يرحم وديك ابعدني يرحم والديك ما تخدم هذي سامحني سامحني يودي برا ما تحب نضربك قدام الراجل انت طوى
هم نضرب قدام الراجل برمشيكم بدي برمشي بعدي يا الله الله مجلس النواب قدروا على قاعده يا فاي حكى بالله اسمعني اسمعني والله قدني معك زهر ربي خارج هذا وخلنا لي محلين وخليني انا نموت انا ايش نخرج انا وياك شكون خليها المهم هذا البيت يا تصيق على سيفاسا ولا ما عادش الناس بياكلوا سيفاسا سيفاسا برجو لي اول احساس جاك شناهي فكر ضربه سيرتو ولاد الناس ولادك ليه؟ فانا ولادي انا ولادي ولادي كيفهم كيف العباد ولاد الناس الناس اللي معاك في الغواصة معاك يا ودي هذوك بس اول عباد جاو فيهم وفي مخ يا ودي هذوك ماماتهم وبويانهم الكل يبدو يدوا عليا من الصباح مش مدخلك انت يدي بيدك في تي يا ودي يدروا عليا هي شنو صار في اللوطه يقول لك هو معروف هاو هو اللي هزهم غربيهم هو اللي غربيهم وراس محمد هو ابليس هو ابليس اللي عمل كل شيء